السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اتيتكم بدرس جديد، الا وهو كيفية حل مشكلة الصوت في الحاسوب. يعني في بعض الاحيان نحن نعمل حتى تأتينا هذه علامة على الاكس على الصوت، عندما الضغط عليها يعني ينطفئ الى ما يظهر يعني هناك مشكل يعني، ونتعب بحل هذا المشكل. هو يعني مشكل بسيط جدا، كل ما عليك الذهاب هو الى موقع تويتر او اي مكان بالضغط صار اي مكان، ثم تضغط على جيري كما تلاحظ، ثم تذهب الى هنا وتضغط على جيسوني ديفريفيل، هذه الخيار جيسوني ديفريفيل، ثم نذهب الى يعني الدرايفر الخاص بالصوت هنا كما تلاحظون ريفيلت هاي ديفينيسيو اودي، اضغط عليها يعني ضغطتين كما تلاحظ، ثم تذهب الى بيلوت، ثم نذهب الى الخيار اكتف ونقوم يعني بتفعيل الدرايفر، فان لم نجد هذا الخيار عفوا البيلوت نعم، نذهب الى هذا الخيار، نضغط على الخيار الثاني، ثم هنا كذلك هذا الخيار، ثم نضغط على هذا الخيار الثاني وليس الاول يعني كما تلاحظون، ثم نضغط على شيبا و وكذا يثبت لنا يعني الدرايفر الخاص بالصوت. نذهب الى يعني المشكل الذي وجدناه، سوف نجده باذن الله قد انتهى كما تلاحظون. الان نستطيع يعني الدخول بسلاسه يعني في زياده ونقص الصوت يعني بدون مشكل. هذا الحل الاول. اما الحل الثاني هو يعني عن طريق تحميل الدرايفر الخاص ببطاقه الصوت، سوف اضع لكم رابط هذا الدرايفر اسفل الفيديو كما تلاحظون، هذا هو الرابط. كل ما عليك هو الضغط ضغطتين على هذا الدرايفر، ثم تقوم بالضغط على شيء بصوره كالعاده يعني تثبيته كتثبيت اي برنامج عادي. هذا كل ما في الامر، سوف يعني يحل لك المشكل باذن الله. هذا كل ما في درس اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.